في حد يا مالي؟ كله إلا حق إخواتك البنات. مش حسيبك تظلمهم على حياة عيني. ولو فاكر إن أبوهم مات وما لهمش ظهر، فأنا لسه موجودة. ولو فاكر إنك كبرت على الرباية هربك من تاني. مش عيالي اللي ياخلوا حق بعض. ياكش تكون فاكر إني عجزت ومش هقدر عليك. إيه اللي بتقوليه ده يا أمه؟ ربنا يديك الصحة وطولة العمر. أنا مش قليل أصل ولا شبعان من بعد جوع. الخير كتير الحمد لله، ولو قعدنا سنين نضيع فيه ما يخلصش. وأنا طماع ولا محروم عشان أعمل كده؟ أمال ليه عايز تطلع إخواتك من المزرعة؟ طيب بالراحة يا أمي، أنا عايزك تفهميني. هتفرق إيه أرض المزرعة عن أي أرض تانية؟ ما أنا قلت لهم خدوا الأرض اللي أنتوا عايزينها في أي مكان بالمساحة اللي على كيفكم. أنا محتاج أرض المزرعة يا أمي، هعمل عليها مشروع كبير. هو أنا لما أفكر في مصلحة العيلة ومستقبلها أبقى غلطان ولا أجرمت؟ جديد علي الكلام ده. يعني همك أرض المزرعة بس؟ بس كده. وحق إخواتك؟ محفوظ. يعني معقول يا أمي أنا هاكل حق إخواتي البنات؟ مالكيش حق تظن فيا كده. ما اقدرش يا أمي أكل حق إخواتي البنات. ربنا يهديك. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.